الحسينية منفذ يشدنا إلى فكر أهل البيت. نبه لي شوية لهذا. الحسينية منفذ من المنافذ اللي ينتهي بنا إلى تراث آل محمد. نبه لي. لأن أرجوك الآن تراث آل محمد أنا وين أحصل عليه؟ بيا مكان. نبه لي شوية جين. أنا أريد أتعلم آدابهم، أخلاقهم، تعاليمهم، قيامهم بواجباتهم، يعني أريد أخذ صورة كاملة، لأن أنا مسلم وأعيش في حضارة إسلامية، والإسلام يقول لي إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. الإسلام على لسان نبيه يقول لي إن مثل أهل بيتي فيكم كمثل النجوم، كما أن النجوم أمان لأهل السماء فأهل بيتي أمان لأهل الأرض. جين الإسلام يقول لي تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا، حبل ممدود، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وهذا ما ترويه صحاح القوم. وأهل بيتي، الله الله في أهل بيتي. طيب أجي أنا أرد أتعرف، مو كل واحد عنده استعداد يروح إلى مكتبة والجملة موسوعة ويدور كتاب أعرضة ويطول ويبحث عن الروايات ويطلع له رواية. الحسينية الآن جاي توفر له شنو؟ توفر له التاريخ الإسلامي، توفر له الآداب الإسلامية، توفر له الأخلاق. وإحنا ما جاي نحكي عن شيء مضموم، تفضل حسينياتنا مفتوحة، قول هاي أي واحد يجي يقدر يقعد بيه ويقدر يسمع شنو اللي عندنا. ها أكو عندنا شيء؟ هذه هل هل هالنبرة مال أتو دول حسينيات مشتمون بها الصحابة؟ وين؟ إحنا ما نشتم أحد، ما عندنا شغل، ما نشتم، إحنا نقيم مو نشتم. نبه لي، أكو فرق، نقول هذا أفضل وهذا أحسن وهذا صح وهذا خطأ، أما نشتم لا، ما عندنا. يوم من الأيام غيرنا شتم الإمام علي 80 سنة، صارت ردة فعل بعض جهال قاموا يشتمون. نبالي ولا ما نشتم، احنا نجيل اصحاب النبي ما نشتمهم، لكن نقيمهم، ايه نقول هذا صح وهذا خطا، هذا اخذ ما بحق وذاك لم ياخذ بحق، هذا كله نقوله صح مو مضموم. اذا انا الحسينيه شو توفر لي؟ توفر لي اجواء الوصول الى هذا التراث اللي احرص على الوصول اليه، لانه انا جاي الاحظ السنه النبويه، مو القران يقول لي ما اتاكم الرسول فخذوه، والنبي يقول لي خذ بتعاليم هؤلاء. أريد أخذ تعاليم هؤلاء، منين أخذها؟ من أي مكان أخذها؟ أنا هذا جاي أجي الجزاد جاهز هنا، يوفر إلي أسمع كلمة لا إله إلا الله، أسمع القضية الخلقية، أسمع القضية الاجتماعية، أسمع القضية التاريخية. نبه لي، يعني أنا أقول لك الحسينيات إلها فضل في إغناء المضمون، المضمون الخلقي والمضمون الثقافي للفرد الشيعي مدين للحسينية. وأأمل، يعني أأمل أن تعمق هاي الناحية، يعني عدنا أمل الناحية هاي تتعمق أكثر، يعني الله إن شاء الله يرزقنا كادر من المبلغين ممن يقوم بخدمة الحسين، أن ينصرف شوية إلى تعميق ثقافته، إلى تعميق معلوماته، حتى يقدم الزاد الطيب، يقدم الزاد، زاد أهل بيت رسول الله للناس، حتى الناس تنتفع به. في واقع الأمر أنا إذا أبحث، هذه منفذ يوصلني إلى تاريخ أهل البيت، إلى أخلاق أهل البيت، لأن مع الأسف أهل البيت ما يحصلون مساحة بوسائل إعلامنا مثل ما يحصل واحد من سائر الناس. واحد من سائر الناس يمكن عند مساحة بوسائل إعلامنا أكثر مما يحصل مثلا أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، أو أكثر ما يحصل مثلا الإمام جعفر محمد الصادق مثلا. ها؟ في ما أنا منين أخذ سير هؤلاء، منين أخذ آثار هؤلاء؟ وأنا اتفضل مثلا أفتح أذني صباح مساء، أريد لرواية ترد عن أهل البيت، هذا المنبع الصافي، هذا المنبع النظيف، المنبع الذي يأخذ من القرآن ويأخذ من رسول الله. مو يقول أنا الإمام سلام الله عليه يقول أولنا
النبي وأوسطنا محمد، يعني عبر عنا أولنا محمد، أوسطنا محمد، آخرنا محمد، صلوا عليه. زين، شنو المقصود به؟ المقصود به أن إحنا دائما كل اللي عدنا عدنا منين؟ من النبي، ومن النبي عنده من جبرائيل، وجبرائيل عن الله. واحد طبعا الإمام الباقر سلام الله عليه قال له أنت إذا عرضت عليك مسألة بيش تفتي منين؟ قال الإمام بالقرآن. قال له إذا ماكو بالقرآن؟ قال له بالسنة. قال له إذا ماكو بالسنة؟ قال له ماكو شيء ماكو بالسنة والقرآن، كل شيء موجود بالقرآن والسنة، إحنا ما نأخذ غير القرآن والسنة. وعندنا رواية نعرضها على كتاب الله وسنة نبيه، فإذا ما قبلتها مقاييس الكتاب والسنة نضرب بها عرض الجدار. زين، هذا التاريخ نحن واضح. إذا ليش هذا الفكر النظيف ما يأخذ طريقة إلى المسلمين؟ ليش أنا أخذ منين؟ ما تريد تذكره، خليني أخذ من المكان اللي ذكره. إذا أنا عندما أجي الحسينية أجد بالحسينية أنها منفذ يضع يدي وين؟ على منابع العطاء من سيرة آل النبي. بعد ذلك نرجع نقول شنو هي وظائف المسجد اللي تختلف عن وظائف الحسينية؟ شنو هي؟ ما بترى كله. إذا كان المسجد يصلى فيه، الحسينية يصلى فيها، قبلة المسجد هي قبلة الحسينية. جن؟ إذا كان المسجد يقرأ به القرآن، الحسينية يقرأ بها القرآن، عين نفس الشيء. إذا كان المسجد يجمع المسلمين، الحسينية تجمع المسلمين مفتوحة، يجي عينا نفس الدور. الدور اللي يقوم به المسجد إذا كان إلى فضل على تاريخنا، إلى فضل على حضارتنا، إلى فضل على تربيتنا، كذلك هاي الواقع تقدر تعتبرها بيوت أهل البيت. الحسينيات بيوت أهل البيت، يعني فيها عطاء أهل البيت. إذا أنا نفس الدور اللي يدوروا المسلمين يبحثون عنا، الدور اللي يدوروا المسلمين ويبحثون عنا بالمسجد أنا أجده بالحسينية. لاحظ، إذا مو يتصور البعض أن إحنا حرصنا على ارتياد الحسينية هو معناه إعراض عن المسجد. معاذ الله، معاذ الله، لأن إحنا نعرف أن كل خطوة يخطوها الإنسان إلى المسجد ينال عليها أجر. كذلك أيضا إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. مفسرين يقولون آثارهم الخطوات، إذا واحد توضى وطلع من بيته كل أثر، إحنا نسمي الخطوة أثر، كل أثر كل خطوة عليها ثواب. كذلك هذا، أنا إذا طهرت وإجيت إلى بيت من بيوت آل النبي أسمع به الكلمة الطيبة، الرواية، الحكم الشرعي، القضية الأخلاقية،